رجل نظيف، رجل باهي، خدام، عنده شخصية، ونتمنى له النجاح. نقعد وعد شرف، نقعدك سي العربي اللي أنا وعائلتي ننتخبك لأنك معزة ولي. عربي نصر هو كل برجولية، عاون برشا فقراء وبرشا ضعفاء، هو كل عربي نصر. عربي نصر حسب تفرج برامج في التلفزة وكل شيء، العربي نصر قاعد يعاون في العباد. خويا مرحبا بي. بالنسبة لك أنت كيف كيف كيما صاحبي؟ بالطبيعة ننتخبوهم على لا خاطر بيه، هو عاون برشا زواولة وعاون برشا مواطنين الحق بتاع ربي. ونسمعوا ديما في التلفزة عباد برشا عباد معناتها وصلت الحاجة يعاون. وجلال بيه سي العربي نصر إنسان طيب، ناس رجل محترم واضح، عنده الكفاءة كاملة، يستحق أي خير. دفع البطالة ودفع الزوال ودفع الفقير ودفع المعاق معناتها ودفع على العائلة على العائلة على العائلات المعزة، فهمتني؟ ايش بيه احنا علاش ما نتجولاش نفتحوا له قلوبنا الناس الكل ونصوتوا عليه باش هو فهمني كل يكون قدوة في الحكم. علاش؟ العربي نصر باش يكون مرشح؟ والله انا بالنسبه لي سي العربي نصر نحترمه ياسر من خلال قناته حنبال، انسان عمل قناه كيفنا كيكا في وقت الدكتاتور، نتصوروا نجم يخدم تونس بالكدا بالكدا. قال لي قال برشا حاجات قدم برشا حاجات للناس، برامج حلوه ياسر، تعرض لبرشا صعوبات وتجاوزها بقدرة ربي، نتصور ويعمل حاجة باهية برشا لتونس 100% مع العربي نصرة. اي ننتخبوه انا وعائلتي ومدام تاعي، ومتاكد انا ننتخبوه والعرش تاعي كله ننتخبوه، احنا نسكن في سليمان وسليمان كامل ننتخب عربي نصرة. انا سي العربي نصرة من عز الناس، يحن على القليل. سي العربي نصرة من انسان ما هو متواضع ياسر ولا يحب على كراسي ولا شيء، واحنا واش خصنا يحسننا شرف كان نحطوه رئيس. سي العربي مش باش يعمل فلوس لاباس عليه، مش يلوج المصالح، مش يلوج لنا مصالحنا احنا، مش كيما العباد اللي تو تدخل في الوعد في الرئاسه وفي كذا باش تلمد الفلوس. العربي نصر برجولية يعجبني، وكانسان يعاون في الزواوله، وجابوه في برنامج سمير الوافي فهمتني، ويتكلم على الزواوله فهمتني، ماذا بيا شدنا رئيس، ماذا بيا يعاون الزواوله كلها فهمتني. وبرجولية انا مره عرضته في الكياس، عاوني ب 200 دينار يرحم والديه ماهيش مزيه معناتها، ويعاون الزوالي اللي يعرضوا في الكياس يمدلو فهمتني. واحد من الناس معناها ماذا بيه ترشح العربي نصره، معناها خاطر العربي نصره معناها يعجبني برشا برشا، ناس متثقف برشا، عنده ما يقول في مخه، واعي برشا برشا، هو نعرفه اللي مش يصلح البلاد باذن الله فهمت. وان شاء الله انا امنيتي الوحيده العربي نصره الوحيده هذاك هو اللي ترشح في البلاد. انتخبوا انت؟ نعم انتخبوا. بالطبيعة حاجة معروفة، الواحد انتخب بالعربي نصرة، ونهز فميتي كل نزيد انتخب بالعربي نصرة زاد، ما عنديش حتى مشكل معناها، راني خور في العربي نصرة ما نجيبش انتخب حتى حد، ونشكروا برشا العربي نصرة. ما بين الناس اللي باش تكون مترشح باش تكون موجود العربي نصرة، باش تكون مرشح منافس للليستة هذي، شنو رأيك؟ والله يا سي عربي نصرة من كان من حتى في الـ في الـ في الحكم القديم كان معناها خدم، وكان ضد معناها بن علي، وكان معناها ديما في التلفزة في حنبال كنا ديما فما تلميح لكونه السياسة هذه مش قاعدة اللي فايت البلاد واللي فايت الشباب، معناها كانت ديما حنبال كانت ديما سباقة باش معناها تعطي للشباب وتوري للشباب اللي كونه الحكم هذا اللي هو قاعد مستبد وديكتاتوري. شنو رايك باش تلقى اسمه؟ ماذا بينا يكون السي العربي يكون منافس، هذا انسان معناها رناه وعطاء افكار، معناها لما عيط له سي سامي الوافي معناها في البرنامج هذاك معناها خذينا عليه افكار معناها جديده وباهيه وكل شيء. ما بين الناس اللي باش تكون موجوده باش تكون مترشحه باش تكون موجود العربي نصر؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الانسان يخاف ربي، وان شاء الله وان شاء الله يا خويا سي العربي انسان شعبي ودار في الحمى الشعبيه ودار في كل مكان في الجمهوريه التونسيه، ويعرف معنى الزوالي ومعنى شيعاني الزوالي، وان شاء الله ان شاء الله ينجح ان شاء الله ينجح. احنا انا كمواطن نشجع العربي نصر باش يترشح للانتخابات الرئاسيه.